يبقى إذن المسألة مش مسألة قوانين، يعني هي المسألة مش مسألة قوانين بقدر ما هي مسألة مرحلة بنمر بيها وبندفع ضريبتها زي ما حضرتك بتقول، على غرار، وشيء طبيعي انه يحصل فيها انفلات اعلامي، على غرار ما حدث مثلا في اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وخروج الصحافة الصفراء وما الى ذلك. يعني هذه ظواهر طبيعية بتحدث في اعقاب الحروب الثورات. فالمسألة مش مسألة قانون، يعني هو المجلس الأعلى للصحافة موجود، ما احنا ونقابة يعني احنا لازم نبقى مدركين، موجودة على فكرة، احنا لازم نبقى مدركين. فاكر لما كنا بعد 25 يناير وبعد 30 بنتكلم على حالة السيولة؟ كنا بنقولها كتير قوي في الإعلام بس بدأنا ما نقولهاش. احنا مجتمع في حالة سيولة فعلا، لم تتشكل الكتل على الأرض بعد، لا الكتل السياسية، ولا انت تلاقي حزب كده له كيان، ولا تلاقي مؤسسات لها كيان، الدنيا كلها لسه ايه لزجة. فده بيخلي فيه الشطط اللي حضرتك بتقول، بيخلي فيه حالة الفوضى علينا ان احنا نتحملها، ما نزهقش منها قوي ونكفر بالبتاع ونيجي نقول 25 يناير دمرت الدنيا، 30 يونيو يدمر الدنيا، احنا كنا عايشين احسن الى اخر الكلام ده. ونقول كيف يمكن ان احنا نسير ونصحح بقى الاداءات واحدة واحدة. فكان قانون الاعلام احد هذه الاليات اللي هنصلحح بيها. كنت احلم انه يبقى يعني انه يبقى احسن من كده، لكن ما هو موجود انا بقول لحضرتك كويس. يعني انا لما رفضت لان انا راجل بحلم بالاجمل، فانا كان نفسي ناخد خطوه ازيد من اللي موجود. البعض قال انه نقابه الصحفيين نفسها كانت معترضه على هذا القانون، او كانت في صفكم انتم كرافضين لهذا القانون، وانه الحكومه يعني اصرت او ارادت يعني تمرير هذا القانون نكايه في نقابه الصحفيين. لا، هو الحكومه ما اصرتش بصراحه، اللي اصر البرلمان، عشان ما يعني الحكومه في الحاله دي قدمت القانون كما اتفقت مع الجماعه الصحفيه ونقابه الصحفيين عليه. البرلمان هو اللي خد بتوصيه مجلس الدوله واصر عليها، والبرلمان اللي اصر على هذا التشكيل. كان ممكن يعني هو باعتباره هو عنده حق التشريع الاصلي كان يستطيع ان هو يعمل اللي هو عايزه يعني. فما تقدرش تقول انها كانت معركه ما بين الحكومه وما بين ولا كانت بين الاقليه والاغلبيه، اذا جاز ان احنا نقول في اقليه. لا، ما هي معركه دائمه بيننا وبينهم، يعني المعركه دائمه ما بين قوه الاغلبيه وقوه الاقليه اللي هو احنا يعني. الاقليه 25 في 30 كل الحاجات. والاغلبيه ائتلاف مصر، دعم مصر. احنا بنمثل الاقليه، واحنا شويه نقعد كده، ما بقولكش ان احنا جامدين يعني، بس احنا بندعي، وارجو ان لا اكون واهم يعني، بندعي ان احنا بنمثل الاغلبيه في الشارع. هو وده بيضايقهم جدا الكلام ده جدا. انا بنقول لهم دايما كل ما نطرحه، لما رفضنا القيمه المضافه احنا كنا بنجسد الحس الشعبي للناس. ولما رفضنا زياده الاسعار كنا بنقول كلام اللي بيقولوه الناس في الشارع. ولما رفضنا الخدمه المدنيه كنا بنمثل يعني كل الحاجات اللي احنا رفضناها بشكل حقيقي. حتى لما رفضنا قانون الاعلام كانت الجماعه الصحفيه والاعلاميه في مصر في معظمها كانت معنا. فاحنا بنحاول ان احنا نكون صادقين في التعبير عن الناس، كون ان احنا النتائج دي بقى بتاعت ربنا. انا وده اجابه على سؤالك في المقدمه، طب انتوا بتعملوا ايه بقى، ما انتوا بتروح ادراج الرياح اللي 25 30 المعارضه بتاعتكم. واحنا لا نملك غير ان احنا نقول راينا. لا نملك ان احنا نعبر بشكل امين عن ناس انتخبونا او عن ما نعتقد انه صحيح. كون ان هو الاغلبيه تسحقه، في تاريخ بيكتب، في شعب مفروض بيتفرج وبيقيم. وبعدين في النهاية الشعب هو السيد، زي ما قال الدستور، السيادة للشعب. الشعب هو اللي هيقرر. أنا نفسي البث المباشر يرجع. أنا بقول هو على الهوى، قسما بالله لو البث المباشر رجع ثلاث أرباع النواب اللي في المجلس دول ما هينتخبوا مرة تانية أبدا، لأن الناس محتاجة تسمع حسها، محتاجة تسمع نبضها. ودول ما بيعبريش عن الناس. ما مش أقصد إن هم مش ممثلين ليهم. لا، بس في قضايا كتيرة أنا رأيي خذلوا الناس. في قضايا كتيرة خذلوا الناس، بيعبروا عن مصالحهم الشخصية يعني، ولا لا بيعبروا عن قناعاتهم. خد بالك، أنا وقلت الكلام ده عشان أبقى دقيق، نواب الأغلبية كلهم لا أنفي عنهم ابدا وطنيتهم، بس هم شايفين الامور بهذا الشكل، شايفين ان البلد في ازمه، شايفين انه كذا، شايفين انه كذا، وشايفين ان الاسلم ممشي في الطريق ده. واخد بالك، الناس بتنصحك والله لازم نتحمل. احنا كنا بنطرح، بنيجي نقول يا جماعه لا ما تسحقوش الناس، في ناس ممكن تحتمل وناس ما تحتملش. اما نيجي نقول ضريبه القيمه المضافه قلنا لا، هل رفضناها وسكتنا؟ احنا رفضناها وقدمنا بدائل. قدمنا بدائل، قلنا خدوا من الاغنياء، خدوا من اصحاب القصور والفلل ضريبه الضريبه العقاريه. في حاجه اسمها
ضريبة مباشرة زي الضريبة العقارية أو ضريبة متوجهة للأثرياء يستطيعوا أن يتحملوها، وفي ضريبة غير مباشرة، ضريبة عمياء بتطبق على الغني والفقير. فالقيمة المضافة دي قيمتها 32 مليار أو 31 مليار في السنة. إحنا اديناهم الضريبة ضريبة العقارية على كل القصور والفيلات اللي تزيد عن 10 مليون، حطوا عليها 100 ألف في السنة، هتوجع الأغنية بس مش هتموتهم. دول يجمعوا قد إيه في السنة؟ يجمعوا على الأقل 100 مليار، أدي القيمة المضافة 3 مرات، وما ضرتش محدودي الدخل والناس الغلابة.